هذه الشيلة مهداة من نجلاء المطيري إلى الأستاذ شهرة محمد الذويخ. عاد عيد الفطر وقبل الشريحة نوكادي عاد عيد الفطر وقبل الشريحة نوكادي يا الله إنك دام تسعدنا وفرحتنا أهلية جمعنا فالعيد جمع بارك رب العباد فيها لم شمل المطور فينا وفرح نوفية من نجلاء الغلا بنت الوفا والمقدرية عيدكم مبارك وجعل العمر كله عياد جعلكم يرضو على في خير الروس نبية عاد عيد الفطر واكبر والشريحة نوكادي يالله انك دوم تسعدنا وفرحتنا هنية جمعنا في العيد جمع بارك رب العباد فيها لم شمل المطر فينا وفرح وفية من ذويانا الذوخهم على الطيب والمكسرية عيدكم مبارك وجعل العمر كله عياد عيدكم مبارك وجعل العمر كله عياد جعلكم يرضو عنا في خيري الرسالة فيها كلنا ظفر البعضنا قايل درعو اسنادي عزوة المطوار فينا العز وامجاد الحرية افضاري فيهم ومارئة من بين القرية اشهدهم فالمواقف من يشهدون الثقالي وامدح الغن يا شاهرة حلالة الاعدادي الكريم النادر اللي بالعطا كفه سخية الكريم النادر اللي بالعطا كفه سخية لنا ظفر البعضنا قايل درعو اسنادي عزوة متوارثين العز وامجاد العلي.